ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوى الإطفاء العام بأن 4 فرق إطفاء نجحت في السيطرة على حريق اندلع اليوم في مخزن بمنطقة سكراب ميناء عبدالله. وقالت الإدارة بأن فرق الإطفاء باشرت عند وصولها للموقع بمكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده إلى باقي المخازن المجاورة بسبب سرعة الرياح التي كانت تشكل خطورة على انتشاره. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب. عقيد محمد، بعد التحية، هل تطلعنا أكثر على تفاصيل هذا الحادث؟ مسي عليكم وعلى جميع المشاهدين، وفي البداية أشكركم على متابعة الجهود التي تقوم فيها قوة الإطفاء العام في مكافحتها للحرائق المتنوعة والمختلفة. طبعا وردنا بلاغ لإدارة العمليات المركزية التابعة لقوة الإطفاء العام صباح اليوم في تمام الساعة 10 صباحا يفيد عن اندلاع حريق في مخزن يحتوي على كيبلات كهربائية وأيضا أواني منزلية بمنطقة سكراب ميناء عبدالله. طبعا وعلى أثر البلاغ تم توجيه 4 فرق إطفاء إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى فرقة الإسناد التابعة لقوة الإطفاء العام. طبعا وعند وصول الفرق باشرت مكافحة الحريق وتطويقه. طبعا واليوم مثلكم عارفين الرياح كانت سريعة مما شكلت خطورة كبيرة على امتداد وانتشار الحريق، ولله الحمد وبناء على الخطط المسبقة التي وضعتها قوة الإطفاء العام للتعامل مع هذه الأنواع من الحوادث تم السيطرة على الحريق بالكامل دون انتشاره إلى باقي المخازن وفي وقت قياسي. ولكن هناك يوجد 5 إصابات لإخواني وزملائي رجال الإطفاء من حروق بسيطة وأيضا إجهاد حراري، وحضر إلى موقع لتفقد أبنائه وأخوانه رجال الأطفاء سعيدي سعادة رئيس قوة الأطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد. نعم، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ويعطيكم ألف عافية. العقيد محمد بدر الغريب، شكرا جزيلا لك.